الحمد لله على آلائه ونعمه، وله الحمد على الإسلام والقرآن والإيمان، وله الحمد على اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. فطوبى لمن اتبع نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وخسرى لمن تنكب عن طريقه ولم يهتد بهديه ولم ينصر سنته عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى بها التوفيق في الدنيا، وبها سعة الأرزاق، وبها الخلوص من المضايق، وبها كل أنواع الخير ومجامع الفضل والإنعام. فاتقوا الله حق تقاته لتكون لكم السعادة في هذه الدنيا، ولتكون لكم العاقبة الحسنة في الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين. عباد الله، إن الله جل جلاله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام حين بعثه في أمة فيها أنواع من الشرور وأنواع من الموبقات، فيها عبادة الأصنام والأوثان والآلهة والملائكة، فيها عبادة غير الله، وفيها التحاكم إلى ما تمليه عليه عقولهم، وفيها الشر في أنواع العلاقات الاجتماعية من الظلم ومن أخذ المال بغير الحق ومن غير وجه، وفيها بلاء كثيرا من أنواع الموبقات اللسانية من الكذب وغير ذلك. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام فيهم أنواع من الشرور الكثيرة، ولكن أيضا فيهم أنواع من أنواع الخير والآداب، فيهم صدق الحديث عند بعضهم، وفيهم نصرة المظلوم، وفيهم محبة لإرث إبراهيم الخليل عليه السلام. لما بعث نبي عليه الصلاة والسلام بعثه بالرسالة وأمره بالإنذار، جمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقال لهم وقد اعتلى عاليا وصباحا، فاجتمعت عليه قريش ينظرون ما الخبر، فقالوا ماذا يا محمد؟ قال يا قوم، أترون لو أني أخبرتكم أن قوما عدوا لكم سيصبحونكم أو يمسونكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال عليه الصلاة والسلام، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له، آلي هذا جمعتنا؟ تبا لك. وصار يحذر الناس من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا كانت امرأته، وكذا كان كثيرون من قريش. بقي عليه الصلاة والسلام في نفر قليل من أصحابه، والناس معارضون لهم، والله جل وعلا يأمر
يأمره بالصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا. أمره الله جل وعلا بالاستمساك بالوحي وأنه على الحق، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك لعلى صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أمره مع قلة من معه أن يقوموا الليل طويلا وأن يتبتلوا إلى الله جل وعلا. يا أيها المزمل إن قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا له إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم قال له جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار إلى آخر الآيات. كانت تربية أهل الإيمان على التوحيد الخالص وعلى شدة معاناة طاعة الله جل وعلا بقيام الليل طويلا وبأداء الصلاة وبالصبر على أذى المشركين مهما بلغ. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يلقى في مكة من أذى المشركين ما يلقى في أول البعثة وفي أوسط عهد مكة وفي أواخره، كل ذلك وهو صابر الصبر الجميل، وهو صابر محتسب ممتثلا قول الله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فصبر عليه الصلاة والسلام وصبر الصحابة معه، ثم أذن الله جل وعلا لنبيه بالهجرة، ثم كانت أول المواقع أعني بدرا، فكان المؤمنون قليلين وكان المشركون كثيرين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما كان يوم بدر يوم الفرقان، اليوم الذي نصر فيه الله أهل الإسلام أهل الإيمان أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، اليوم الذي نصر فيه الله جنده كانوا قليلين جدا، ولكن الله جل جلاله أنزل عليهم النصر. لما فعلوا وسعهم لم يقصروا في أمر الدين ولم يقصروا في أمر العدة، وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يخونوا أماناتهم. ثم مضت بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ومضى الناس معه حتى صرنا إلى يوم حنين، يوم كان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. فلما اجتمعوا قال بعض الناس لبعض لن نغلب اليوم من قلة، أعجبتهم كثرتهم. فأنزل الله جل وعلا في ذلك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أيها المؤمنون، صورتان بين بدر وبين حنين، الأولى قلة في عدد وضعف في العدد، ولكنهم كانوا خاضعين لله مخبتين لله يخافون أن يغضب الله جل وعلا عليهم.
عليهم لما كانت وقعة بدر. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وهو الموعود بالنصر أخذ يدعو الله دعاء طويلا يتضرع فيه إلى بارئه الذي توكل عليه، وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. همه عبادة الله جل وعلا وحده، وأبو بكر رضي الله عنه بجانبه يقول له: يا نبي الله مهلا في مناجاتك ربك، فإنه منجزك ما وعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويرفع يديه خائفا وجلا حتى سقط رداءه، والمؤمنون معه يرجون ما عند الله جل وعلا، يرجون الجنة ويرجون الآخرة. ثم إذا كان يوم حنين كان يوم الإعجاب بالكثرة. ثم لما كانت غزوة تبوك ورحل النبي عليه الصلاة والسلام واستعد لغزو الروم، لما بلغ أنهم سيغزونه في المدينة قال عليه الصلاة والسلام: ما معنى سنذهب إليهم وسنغزوهم؟ فإنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب والتجهز في ذلك اليوم في أيام الحر فيها شديد، وكان السير شديدا. ولما رحل عليه الصلاة والسلام ذهب أبو خيثمة أحد الصحابة رضوان الله عليهم، ذهب إلى بستانه فوجد زوجته الجميلة هيأت له مجلسا تحت عريش، وقد زينت المجلس وقد رشت العريش بالماء، وإذا المكان في يوم القيظ إذا هو مكان بارد. فلما رأى الخضرة من حوله والمرأة أمامه والهواء البارد يكتنفه ذكر نبي الله عليه الصلاة والسلام، فقال: أأكون في مكان هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والشدة؟ لا يكون ذلك. فذهب وترك زوجته وأعد راحلته ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان المؤمنون لما كانوا قليلين كانوا مؤمنين حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام مخبرا عما سيكون في أمر هذه الأمة: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أيها المؤمنون، إن الناظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه لينظر إلى أشياء: الأول منها أن تربية النبي عليه الصلاة والسلام وتأديبه لأصحابه كانت على إخلاص القلب لله وعلى الخضوع لله وعلى مكابدة المشاق في رضا الله جل جلاله. لم يكن إيمانهم تمنيا ولا تحليا، ولكن كان واقرا في قلوبهم وصدقته أعمالهم. كابدوا الليل بقيامه وكابدوا الأعداء بإيذائهم في المال وإيذائهم في الطعام وإيذائهم في أشياء كثيرة، ومع ذلك نصروا وكانوا قليلين في بدر. ولما أعجبتهم كثرتهم يوم حنين وكانوا صحابة، لكن لما أعجبتهم كثرتهم خذلوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين. ليبين الله جل وعلا لنا أن الأمر في نصره وفي تأييده لهذه الأمة إنما هو بتوحيد الله والإخلاص له والاجتماع على العقيدة الصحيحة وعلى التبتل إليه وعلى تربية القلوب على محبة الله جل جلاله وعلى معالجة النفس.
الله بأنواع المعالجة. أولئك كانوا يقومون الليل إلا قليلا من قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. واليوم يدعي كثيرون ما يدعون وهم في أمر الإيمان أمرهم إلى الله المشتكى من يدعون اتباع السنة وهم لا يعون حقيقة طاعة الله جل جلاله وإنابة القلب إليه وإخبات القلب إلى المولى والبكاء من خشية الله جل وعلا. يدعي كثيرون نصرة الإسلام ونصرة قضايا وهم لا يمتثلون أمر الإسلام في أنفسهم، ليسوا على طاعة لله جل وعلا. ربما رأيت عندهم من المحرمات القولية والعملية ما رأيت، وربما لو حركت ما في قلوبهم لوجدت أشياء كثيرة من المحرمات. أيها المؤمنون، لا شك أنه ليس بيننا وبين الله جل وعلا نسب ولا صلة، إلا صلة الإيمان، إلا صلة التوحيد، توحيد الله جل جلاله وتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعلنها الصحابة ووالوا فيها وعادوا وأقاموا الحق بها فنزل عليهم نصر الله جل وعلا. لهذا نشكو من هذا الواقع الذي ذكر بعضه في الكلمات السالفة، نشكو من الاغترار بالكثرة في أحوال المنتسبين للإسلام بعامة كأمة، وفي أحوال الذين يرون أنهم يدعون إلى الإسلام. فالكثرة لا تغني شيئا، إنما العبرة بما في القلوب من جبال الإيمان ومن التذلل لله والإخبات له جل وعلا. العبرة ليست بالكثرة، فإن الكثرة لم تغني شيئا، وإنما الذي أغنى هو الإيمان. لما صاحب أهل الإيمان والصحابة، لما صاحب الصحابة في بدر وكانوا في ذلك على خوف من الله جل وعلا، لم يغتروا بالكثرة ولم ينظروا لعددهم، مع أن الله جل وعلا قلل المشركين في أعينهم، لكن كانوا خائفين. ولما كانت الصورة الثانية أعجبتهم كثرتهم. أيها المؤمنون، إذن فالأمور التي ينبغي لنا أن نأخذها من بعض ما ذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، أن نعالج أنفسنا، سواء أكان العلاج لمجتمعات المسلمين بأنواعها أم كان العلاج لمجموعات المسلمين، يعني للذين يأتلفون ويدعون، أم كان العلاج للفرد في نفسه، فالأمر أمر عظيم والحساب شديد. والله جل وعلا لن ينصر هذه الأمة إلا إذا نصر الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرة الله معناها أن تنصر دينه في نفسك أولا، وأن تنصر توحيده في قلبك وفي إخلاص الدين له. كيف نعمل إذن في هذا الواقع الذي هجم على النفوذ بأنواع الشهوات، شهوات المال المحرم وشهوات المال المباح الذي ألهى عن الواجبات، وكذلك الشهوات من جهة المتع الزائلة، ومن جهة النساء، ومن جهة المناظر إلى غير ذلك. فصدت الناس، وكان أمر الله جل وعلا عند كثيرين من هذه الأمة ليس بالأمر الذي ينصر، وكأن الأمر وأنهم ليس لهم شأن في ذلك. إذن فنصرة دين الله واجبة، أن تنصر الله في نفسك وفي مجتمعك، أن تنصر الله بما أمر الله جل وعلا به. لقد ظن أناس أنهم ينصرون الله به
فتجاوزوا ما أذن به شرعا إلى أمور منكرة. فمع أننا اليوم نشكو من الجفاء ومن ضعف الإيمان ومن قلة المبالاة بأمر الدين، فمع ذلك نشكو أيضا من الغلو في أنواع. والمؤمن يجب عليه أن ينصر الله وسطا بين طرف الغالين الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويفعلون ما لا دليل لهم عليه، وبين طرف الجافين الذين اتبعوا الشهوات. نسأل الله جل جلاله أن يمن علينا جميعا بعفوه وكرمه. أيها المؤمنون، المسألة اليوم في الناظر لهذه الأمة يرى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ماثلا أمامه، حيث قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لم ترب الأمة على توحيد الله، لم ترب الأمة على الموالاة في الله، لم ترب الأمة على العزة بالله جل وعلا وبرسوله. والله جل وعلا يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني إنما ناصركم الله ورسوله والذين آمنوا. ما صفتهم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن عماد الدين وعماد نصرة الله لعباده ولهذه الأمة، سواء أكان ذلك في مجموعات قليلة أم في الأمة بأجمعها، أن نكون موالين لله جل وعلا، ناصرين للإخلاص له ولدينه ولتوحيده ولتحكيم شريعته، ثم أن نكون موالين محبين ناصرين للذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا تتساقط عند ذلك دعاوي العصبية بأنواعها، العصبية العربية أو الإقليمية، كلها تتساقط إذا أردنا حقا أن ننصر دين الله وأن نخذل أعداء الله وأن تكون العزة لنا ويبقى الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللذين آمنوا. نعم، قامت شعارات كثيرة رفعت فيها في أزمنة مضت، رفعت فيها شعارات التعصب للقومية والتعصب لإقليم والتعصب للغة والتعصب لغير دين الله، وكلها مع الزمن باءت بالفشل. ولنعلم أن الأعداء لن يرضوا أن يجتمع المؤمنون على دين الله، ولكن واجب علينا أن نسعى للاجتماع على دين الله وأن نحكم السنة على أنفسنا قولا وعملا. وإن لم نكن كذلك فإن عملنا سيذهب أدراج الرياح. نسأل الله جل جلاله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز أولياءه وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله على ما يحب ويرضى. اللهم ارفع لهذه الأمة منارها، اللهم أعزها على أعدائها، اللهم أعزنا على أعدائنا بالقول وبالعمل وأظهرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجنبنا الإعجاب وأن تجنبنا الشيطان ووسائله وأن تجعلنا من المتبتلين إليك تبتيلا. اللهم اجعلنا من المتبتلين إليك والمنقطعين عن سواك، إليك وحدك يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن أعزهم وأعلى ذكرهم، اللهم آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله، فإن بالتقوى فخاركم ورفعتكم، فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المؤمنون، إن إحداث العزة في قلب المؤمن وربطه بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته أمر مطلوب شرعا، لأن المؤمن إذا لم يكن في قلبه العزة والغيرة على دين الله جل وعلا، وأن يكون منضبطا في ذلك بالضابط الشرعي الذي جاءت به الأدلة في الكتاب والسنة، إن العزة والانضباط فيها هذا أمر مطلوب شرعا. والناس كما ذكرنا بين مفرط ومفرط، والتربية الصحيحة للأفراد وللمجتمعات أن يكون المؤمنون بعامة يتواصون بالحق، وأن يكونوا متواصين بالصبر، فإن الصبر في محله حكمة وحزم، وإن الدعوة والتواصي بالحق في محله إنه سنة وأمر مطلوب وواجب شرعا. لهذا أيها المؤمنون، كل منا عليه واجب ألا يخضع لغير الله جل جلاله، يعني ألا يكون في قلبه ميل وإعزاز لغير الله جل وعلا ورسوله والذين آمنوا. فإن نصرة المؤمن إنما هي نصرته لله ولرسوله وللذين آمنوا. القلوب التي فيها محبة بعض الكفرة واجب شرعا أن يحل محلها بغض الكفرة وحب أهل الإيمان، وأن يكونوا قائمين قولا وعملا بما يجب من أمر الله جل وعلا. إن التعامل ما بين المؤمن وما بين الكافر، التعامل الظاهري فيما فيه عزة الإسلام ونصرة الإسلام، ليس أو كسب أمر مطلوب شرعا أو مباح شرعا، ليس في ذلك بأس، وإنما الشأن أن يؤول التعامل إلى محبة للكافر، أن يؤول التعامل إلى ضعف في العزة وإلى تذلل للكفرة، فإن ذلك معناه أن القلب تقلب والعياذ بالله. لهذا واجب أن يربي المرء نفسه على أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله جل جلاله. واجب أن تكون تربيتنا لأنفسنا ولمن حولنا، وأن تكون دعوتنا أن يكون في القلوب موالاة لله ونصرة لدين الله ومجاهدة النفس في طاعة الله جل وعلا. وإن الذين يشار إليهم بالبناء ويرجى منهم أن يكونوا دعاة إلى الله وناشرين للعلم، يجب عليهم ويتأكد عليهم ما لا يتأكد على غيرهم، لأنهم هم القدوة، ولأنهم
هم الذين ينظر إليهم من أهل العلم الراسخين ومن غيرهم ممن اقتفوا سبيلهم. فواجب إذن على الجميع أن يرعوا أمر الله جل جلاله، فإن الأمر شديد، إن الأمر في الأمانة وفي المسؤولية أمر موالين لله ولرسوله وللذين آمنوا ولأئمة المسلمين ولعامتهم، لأئمة المسلمين الذين يحكمون بشرع الله ويعلون راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويوالون في الله ويعادون في الله على ما تقضي به الأصول الشرعية. أيها المؤمنون، هذه كلمات ينبغي لنا أن نتذاكرها خارج المسجد، لأننا نخشى أن يغشى على قلوبنا الرعب، وأن لا نكون معتزين بديننا مع هذا السيل الجارف من التيارات المختلفة التي يتولاها الكافرون بعيدا أو الغافلون قريبا. أسأل الله جل جلاله أن يجنبني وإياكم أنواع الشر وأن يقيمنا على طاعته. هذا، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بالصلاة على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح اللهم ووفق ولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، واجعلهم من الناصرين لدينك. اللهم وثبتنا وإياهم على نصرة التوحيد وأهله وعلى محبة دين الله، إنك جواد كريم. اللهم واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ووفقنا لتوبة النصوح بها ترضى عنا قبل الممات. اللهم اجعل الإيمان في قلوبنا راسخا. اللهم زيننا بالإيمان. اللهم اجعل أعمالنا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل أقوالنا تدل عليك وتحبب الخلق إليك وتحبب الخلق فيك، إنك سبحانك جواد كريم. اللهم واجعل أعمالنا نصرة لدينك ودعوة إلى سنة نبيك يا أكرم الأكرمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.